حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط إن العراق بحاجة لتنويع اقتصاده المعتمد على النفط وتنفيذ إصلاحات تعزز القطاع الخاص، فضلا عن تبسيط كيفية إدارة الأعمال في البلاد ومحاربة الفساد المستشري. وشددت المؤسسة على ضرورة إنهاء البيروقراطية وتوفير بيئة جيدة للاستثمار عبر توفير الأمن وإصلاح البنية التحتية، خاصة وأنه ينظر إلى العراق على أنه أحد أكثر الدول فساداً في العالم. أكد رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني محمد جواد عسكري أن إيران بدأت تخسر أسواقها في الخارج لأسباب داخلية، الأمر الذي يكشف عدم اقتصار تراجع التصدير على أزمة تمويل الدولار في العراق. وقال عسكري إن تركيا والسعودية بدأتا تأخذان بسهولة مكان إيران في العراق وتستحوذان على الأسواق في إنتاج المنتجات الزراعية، وهو ما اعتبره خطراً جسيماً يهدد مصالح إيران الاقتصادية. وأشار إلى أن انخفاض الصادرات أو صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية بشكل كبير نتيجة عدم وجود بيئة مشجعة، مشدداً على وجوب العمل قبل ضياع المساحة والفرصة في العراق على حد تعبيره. سجلت مدينة الموصل ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار اسطوانات الغاز السائل المنزلية داخل أحياء المدينة، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة من 6000 إلى 12000 دينار عراقي، ووصلت الأسعار في بعض الأحياء إلى 14000 دينار. هذا وحمل مواطنون الحكومة ومديرية المنتجات أو المنتوجات النفطية مسؤولية عدم السيطرة على الأسعار وعدم التدخل ومحاسبة المتلاعبين في الأسعار، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن سكان الموصل اليوم يحاولون شراء أكثر من أسطوانة وخزنها نظراً لزيادة الحاجة إليها خلال هذا الشهر. تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي خلال شباط الجاري. وفقاً لبيانات صادرة عن المنظمة، فقد سجل المؤشر في المتوسط أكثر من 717 نقطة الشهر الماضي، وهو أقل من المستوى المسجل في كانون الثاني والذي بلغ أكثر من 118 أو 18 نقطة، كما أنه أقل مستوى منذ عام 2021. وفي خبرنا الأخير، ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى غير مسبوق لفترة وجيزة في تعاملات متقلبة بالتزامن مع استمرار فورة الإقبال على العملات المشفرة. تجاوزت عملة بيتكوين مستوى 70,000 دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب من المستثمرين على المنتجات المشفرة الجديدة والتي يمكن تداولها في الأسواق الفورية الأمريكية، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية. وتشهد سوق العملات المشفرة وتحديداً عملة البيتكوين تذبذبات قوية بعد ارتفاعات قوية في الأسابيع الماضية، مدعومة بالتفاؤل بشأن مستقبل السياسة النقدية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.